بدريك تروح تدور بكل الاوتيل على تارا وجلال، من بكره بدي يكون معي خبر. اوكي يا عمر الاستاذ. يلا روح. تفضل. جاي احكي معك في الموضوع. كثير مستعجل فلك، عندي موعد مع المحامي مش قصة تالا. بس في شيء لازم تعرفه عن تالا. لقيت لك؟ لا الوحيد وهو هيعرف شيء. ماشي، شو ما بجد معك خبرني. ايه عفوا امي، كمان ادم ابن خالي ضروري كثير وباسرع وقت نجيب شغل. الشغل هلا مش هربين حبيبي، خلينا نخلص من قصه تالا ولكل حادث حديث. ماشي يلا. مع السلامه. كريم نعم استاذ، السياره جاهزه. ماشي انت ما راح تروح معي، بدريك تروح تدور بكل الاوتيل على تارا وجلال، ومن بكره بدي يكون معي خبرهم. اوكي يا عمر الاستاذ. يلا روح. مديرنا مرحبا، بصحتك. انا بعرف كان لازم انزل لعندك بس ما قدرت، فعلا جد علينا ظروف صعبه بالبيت. لا ضروري بدي امرق بهاليومين، بدي خلص كل اجراءات القرض وجايب لك معي الاوراق حتى نروح القصر. مديرنا طلب خاص، بعرف يمكن يكون مش قانوني بس انت قد وقدود حبيبي. بدي كشف حساب تالا. ماشي ممنونك انا، يلا مع السلامه. جلال ما بصدق انه بعدك نايم لهلا. يلا قوم، شو بدنا نضلنا كل النهار قاعدين بالتخت؟ حياتي في احلى من نقضي كل النهار ايه معقول؟ طيب انت يلا. مرحبا. اهلا. بعتذر على التاخير، اضطريت امرق على البنك. ما في مشكله، ما صار لزمان وصل. تفضل. ايه شو عملت لنا بالموضوع؟ بصراحه ما في غير حل واحد. واللي هو بنعمل تقرير طبي بنقول فيه انه غير متزن عقليا. اكيد لا، ما رح اعمل اختي مجنونه. رغم انها هيك تصرف كل هالمبالغ على واحد مثل جلال. تفضل شوف قد ساحبه. الأنسب إنه نرفع عليه دعوة نصب واحتيال. قد ما صرفت عليه ما بينعد نصب بهالحالة، لأنها سيدة نفسها وراشدة. بدك تبطلها زواجها وتحاكمه؟ ما إلك غير نعمل تقرير طبي منقول فيه غير متزنة عقلياً، وهو استغلها. وساعتها فيك تحجر عليها وتمنعها تتصرف بأموالها. وبس بهالحالة القانون بيعتبر أهليتها ناقصة، بجردها من حقوقها القانونية. إذا تركتها معه مصيبة، وإذا طلقتها منه مصيبة أكبر.